ما احنا الآيات نفسها لما جم الرسل الثلاثة أيوة. إلى هذه القرية أنطاكيا، قرية أنطاكيا دي كانت يعني محل، هو المنطقة دي كلها محل بركة، يعني محل رسالة ونبوة ورسالات ولا. فلما جاء الرسل إلى هؤلاء، جاء رسولان في الأول، أيوة. أرسل الله تعالى إليهما اثنين، وقيل عن طريق سيدنا عيسى المسيح عليه السلام قبل أن يرفع. فلم يؤمنوا بالنبيين فعززنا بثالث، رسول ثالث، وقراءة فعززنا يعني مددناه بثالث عشان تبقى الحكاية حجة قوية. فقالوا لا، انتم مش مرسلين، انتم بشر زينا. ولذلك حتى القرآن الكريم الله تعالى يقول وهو يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم، قل إنما، قل خطاب لحضرة النبي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. طب أنت بشر، بس أما أجي أنا أقول إيه؟ أنا على فكرة واحد منكم ومن العيلة وصديق ليكم، بس أنا وزير كذا مثلا، أو شيخ الأزهر مثلا، أو أنا فلان. يبقى فرقت. يبقى البشرية هنا عامة في الجميع، لكن في خصوصية لحضرة النبي، في خصوصية للسادة الأنبياء والمرسلين. فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. رد فعلهم إيه بقى؟ رد فعلهم ده، هم كان رد فعلهم سيء جدا لدرجة، لا، رد فعل الرسل، الرسل لا يملكون إلا البلاغ. الرسل لا يملكون إلا البلاغ، لا يستطيع الداعية أن يجبر شخصا على أن يتبعه إيمانا، لأن الإيمان ده في القلب. أيوة. أنا ممكن أقول لك وأمين وزي الفل، بس القلب ما ولا حاجة. أيوة. فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. صدقه العمل، الإذعان الداخلي والاعتقاد الباطني الصادق بأن الله وحده لا شريك له، وأن إلى آخر، فده الإيمان. ولذلك فرقوا بين الإيمان والإسلام. فهم إذا هم الله تعالى يكرمهم بتجربة بحبيب النجار، الرجل الصالح، حبيب النجار ده لم يكن صالحا، كان ينحت الأصنام ويعبدها في الأول، ويدعو بها ويدعو لها ويطلب منها، وكان مصابا بمرض الجذام، فكان ينحت الإله بتاعه سبحان الله ويضعه ويتضرع إليه. فلما اصطدم بالرسل قالوا له، تؤمن بنا وندعو لك ربنا الذي أرسلنا أن يشفيك؟ قال لهم كيف وأنا أدعو منذ 70 عاما أنحت الأصنام وأدعوها فلم يستجب لي، كيف ربكم الذي أرسلكم في غداة واحدة، يعني في يوم وليلة ألاقي نفسي؟ آمن بهم وبرسالتهم ودعوا ربهم واستجاب الله فبرئ كأن شيئا لم يكن. فهو خاض التجربة، الراجل ده ذاق فعرف. أيوة. فذهب إلى القوم وقال لهم خلوا بالكم، الناس دول على حق، واخد بال حضرتك؟ استمت في دعوته بقى. هو لما دخل في الموضوع، هما بقى العقاب احيانا بيزيد على اللي يراه الناس انه حشر نفسه في القصة. فهددوه بالقتل والرجم. وفعلا قتلوه، واذا بهذا الرجل يكرم من قبل الله فيرفع الى الجنة، يعني هو رجل صالح يرفع، قيل انه رفع الى السماء سبحان الله. ولما دخل الجنة ورأى نعيمها قال يا ليت قومي يعلمون، برضو يا ريت يشوف اللي أنا فيه، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، واخد بال حضرتك؟ ولذلك قال بعدها القرآن، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول، يا حسرة على العباد كلما جاءهم رسول كفروا واعترضوا ولم يؤمنوا. وده طبعا شأن العباد في كل رسالة من الرسالات ومع كل قوم من الأقوام. فقيل إن هذا الرجل قرأ عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب، في التوراة والإنجيل، وآمن بسيدنا رسول الله قبل البعثة ب600 سنة. شوف الهداية تيجي إزاي.
ايوه احنا هنا بقى المحمل اللي عايزين نقف عنده او المعنى. نعم. فكره اهو ده رجل صالح استمات في الدعوه برغم ان هو مش رسول مرسل او ما ربنا ما قالوش ما انتش نبي ولا انت رسول، لكن هو من نفسه استمات في ده بس ما وصلش للنتيجه لانه ذاق وعرف. ايوه لكن ما وصلش للنتيجه يا شيخ محمد. ده عشان يعمل توازن. اه عشان احنا عندنا مثل بيقول ايه؟ مثلنا في مصر احنا بنقوله كده، واحد كالف وألف كهوف مالهمش لازمة، واحد يساوي ألف فده يساوي هؤلاء جميعا. يعني لما دخل التجربة وذاق وعرف ومن الخيرات اغترف، واخد بال حضرتك، وآمن وصدق ولقى الحكاية هو في نفسه هو تجربة ناجحة، دعوا ربهم فبرئ وهو مرض عضال. ثم بعد ذلك يرجمونه، وقال أهل التحقيق ما أصابه حجر ولا ضربة إلا كانت كالماء البارد. ما تنسيش حضرتك لما يكون إنسان على حق، حتى اللي بيشنق بيحكم عليه بالإعدام وهو على حق، الله تبارك وتعالى يخفف عنه حتى ميتته، يخفف عنه خروج روحه. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. قلنا يا نار، نعم، لسيدنا إبراهيم عليه السلام. فهذا الرجل رفع، وهذه الرفعة وهذا الرفع منزلة عظمى، منزلة عظمى. مفهوم بقى اللي احنا محتاجين قوي نحطه جوانا بقوة، فكرة ان النتيجة مش لازم هي اللي على هوانا وعلى مزاجنا، النتيجة هنا انه دخل الجنة وان ربنا كرمه بآيات في القرآن، لكن ما حصلوش النتيجة واحد بيسعى والنتيجة الأقوى أن الله بإرادته هو من يريد أن يهدي هذا أو لا يهدي هذا، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون ليه هذا ده ليه ما هداش، لا مش بتاعتك أنت، مش شغلتك أنت، أنت حضرتك بتشرح الدرس في الفصل كمدرس كمعلم، وبتناقش الأولاد وبتقول لهم هاتوا كراسات وبتصحح الكراسات اعمل المطلوب، ثم تجد متفوقين وفائقين ومتقاعسين وراسبين وناس مش حاضرين. هي دي مهمة الداعية ومهمة الرسل ومهمة أولي العزم ومهمة أولي الخير أهل الخير، ومهمتنا احنا كمان في قصة بقى ان اللي عندها أولاده بتربي برضو ما عليك إلا البلاغ. يعني دي نطبقها في الشغل، بتسعى في حاجة برضو بتبذل كل ما تقدر عليك، النتيجة مش بتاعتك، فدي تطبيق المعاني دي في حياتنا بقى يا شيخ محمد.